السلام عليكم. اليوم سنقوم ببسط تناسبية رأس المال وسعر الفائدة. إذا لإجراء حسابات على الفائدة السنوية والسعر ورأس المال سنستعيد ببعض القواعد، لكن قبل ذلك سنتعرف على ما معنى هذه المرادفات. ما معنى رأس المال؟ رأس المال هو مبلغ مالي يقوم أحد الأشخاص أو نقوم نحن بوضعه في بنك أو نستلفه، يعني إما نقوم بوضع أو نستلفه في بنك، وبعد مرور مدة معينة، إما سنة أو مدة معينة، سنة ونصف أو 6 أشهر أو 8 أشهر إلى آخره، سنحصل على مبلغ مالي آخر إضافي لهذا المبلغ. المبلغ الإضافي يسمى بالفائدة السنوية. الفائدة السنوية هنا والمبلغ الإضافي الذي نحصل عليه بعد مرور مدة معينة. ثم السعر. السعر هو النسبة المئوية التي نحسب بها هذه الفائدة السنوية انطلاقا من المال. إذن سنتعرف على ذلك في هذه القواعد. إذن أولا الفائدة السنوية، الجزء الأول من الدرس، إذا كانت الفائدة سنوية يعني بعد مرور سنة، إذا سنستعمل هذا الجدول كالعادة، جدول القاعدة الثلاثية مكون من 4 خانات. الخانة الأولى نضع فيها الرأس المال سي، ثم الخانة الثانية الفائدة السنوية. إذا هنا بالنسبة لرأس المال، بالنسبة لرأس المال والفائدة السنوية مبلغ مالي، مبلغ مالي لهذه الخانة 100%. إذا 100% نسبة مئوية، ثم السعر يكون كذلك نسبة مئوية. إذا في الخانة الأولى رأس المال هو المبلغ المالي الذي يمثل لنا دائما 100%، رأس المال يمثل لنا 100%، أما الفائدة السنوية فتمثل لنا السعر. إذا رأس المال نرمز له بالسي، نسبة إلى تسميته الفرنسية لو كابيتال، على غونكو لا بروميييغ لاتر. ثم الفائدة السنوية نرمز لها بإي، نسبة إلى تسميتها بالفرنسية انتيغي انويال، لا بروميييغ لاتر إي. وأخيرا السعر تي، نرمز له بالتي، نسبة إلى تسميته الفرنسية لو طو. ألوغ انطلاقا من هذا الجدول سنرسم جدول آخر، لكن في هذا الجدول سنستعمل الرموز. إذن سي لو كابيتال ريبريزون 100%، لانتيغي انويال ريبريزون لو طو. ألوغ لحساب رأس المال سي سنستعين بهذه القاعدة، قاعدة ثلاثية تقول. إذن لحساب الفائدة السنوية سنستعين بالقاعدة الثانية، لحساب إي هي سي في تي ديفيزي بار 100، عدد المتقابلان ونقسم على العدد الثالث. إذا لحساب الفائدة السنوية رأس المال سي في تي، يعني السعر مقسوم على 100. في تمرين ما طلبوا منكم حساب الفائدة السنوية، إذا معطيات التمرين ستكون رأس المال ثم السعر، ويطلبون حساب الفائدة السنوية. إذا نستعمل هذه العلاقة لو كابيتال و لو طو ديفيزي بار 100. العلاقة التالية لحساب رأس المال هي الفائدة السنوية في 100 مقسومة على السعر. إذا دائما نستعمل العلاقة الثلاثية، إذا لحساب سي لو كابيتال سي لانتيغي انويال فوا 100 ديفيزي بار لو طو. فوالا، نمر الآن إلى العلاقة الثالثة. دونك لحساب السعر لو طو سي إي باردون سي لانتيغي انويال 300 ديفيزي بار لو كابيتال. إذا
السعر يساوي الفائدة السنوية في 100 مقسومة على رأس المال. إذا نمر على التمرين التطبيقي. اقترض فلاح مبلغا من بنك قدره 36,000 درهم بسعر 12%. احسب الفائدة السنوية المترتبة على هذا القرض على نفس الحساب. قلنا لو كابيتال 36,000 درهم، لو طو 12%، السعر 12%، ثم سنحسب الفائدة السنوية. إذا سنستعمل العلاقة السابقة لحساب الفائدة السنوية. نمر الآن إلى تصحيح التمرين. إذا لحساب الفائدة السنوية نستعمل العلاقة التالية، ما هي؟ إي تساوي لو كابيتال فوا لو طو ديفيزي باغ طو. عندنا في التمرين رأس المال، عندنا السعر، إذا نطبق هذه العلاقة. أبليكاسيون نوميريك، 36,000 هو رأس المال، يعني المبلغ الذي تم وضعه في البنك، في 12 تمثل لو طو، يعني السعر، مقسوم على 100، ثم نحسب. إذا الفائدة السنوية المترتبة على هذا المبلغ هي 4,320 درهم. أتمنى أن تكون هذه العلاقة واضحة، فقط تطبيق عددي للمعطيات. الآن نمر إلى الجزء الثاني من الدرس، الفائدة بالأشهر. إذا فيما سبق تعرفنا على الفائدة السنوية، الآن الفائدة بالأشهر، يعني لا تكون لمدة سنة فقط، يمكن أن تتجاوز سنة، يعني سنتين، سنة ونصف، سنة وثلاث أشهر، أو أقل من سنة، لذلك تسمى الفائدة بالأشهر، ونسمى كذلك الفائدة لمدة ما. سنستعمل هذا الجدول. إذا في هذا الجدول أربع خانات كذلك للعلاقة الثلاثية. هنا في هذه الخانة نضع الفائدة السنوية. الفائدة السنوية كم فيها من شهر؟ 12 شهر. إذا الفائدة السنوية لمدة 12 شهر. في الأسفل نضع الفائدة بالأشهر، يعني الفائدة المذكورة في التمرين. كم المبلغ المحصل عليه بعد مرور هذه المدة بالأشهر؟ ثم هنا نضع عدد الأشهر المذكورة في التمرين، يعني المدة الزمنية التي ذكروها في التمرين، ربما تكون 3 أشهر، 6 أشهر، سنة ونصف، سنتان ونصف، إلى آخره. إذا من خلال هذا الجدول سنستخرج هذه العلاقات. إذا لحساب الفائدة السنوية، نطبق العلاقة الثلاثية. هي الفائدة بالأشهر في 12 ونقسم على عدد الأشهر، نتبع فقط العلاقة الثلاثية. فوالا هذا ما كتبناه هنا، الفائدة السنوية تساوي الفائدة بالأشهر في 12 مقسومة على عدد الأشهر. الآن لحساب الفائدة بالأشهر ماذا نفعل؟ هي نمر دائما إلى العلاقة الثلاثية، هي الفائدة أو عدد الأشهر أو المدة بالأشهر، عدد الأشهر نعني به المدة بالأشهر، في الفائدة السنوية مقسومة على 12، يعني حساب الفائدة بالأشهر هي المدة بالأشهر أو عدد الأشهر المذكورة في التمرين في الفائدة السنوية ونقسم على 12. الآن لحساب المدة بالأشهر، ونعني ذلك عدد الأشهر، هي الفائدة بالأشهر في 12 مقسومة على الفائدة السنوية. إذا فقط إذا قمنا بحفظ هذا الجدول وكل عنصر من هذه العناصر في مكانه المناسب، يمكن فقط أن نستخرج العلاقات انطلاقا فقط من الجدول. 3 عناصر مذكورة، ونبحث عن العنصر الرابع. إذا نمر الآن إلى تمرين تطبيقي، تابعوا معي جيدا. وضع شخص مبلغ 3600 درهم في بنك، وبعد 16 شهرا كان مجموع ما حصل عليه هو 3960 درهم.
سأشرح بالتالي. وضع شخص مبلغ 3600 درهم. إذن وضع شخص هذا المبلغ، نعني به هذا المبلغ هو رأس المال، لأن رأس المال هو المبلغ الذي نضعه في البنك. بعد مرور 16 شهرا، إذا لاحظوا هنا المدة تجاوزت 12 شهر، يعني تجاوزت سنة، كان مجموع ما حصل عليه هو 3960، يعني المبلغ الذي تم وضعه في البداية زائد المبلغ المحصل عليه، يعني الفائدة المحصل عليها المترتبة على هذا المبلغ في هذه المدة. إذن السؤال يقول احسب سعر الفائدة. إذن هنا لكي نحسب السعر علينا أولا ما هي المعطيات المتوفرة هنا في التمرين؟ رأس المال 3600 درهم، المدة بالأشهر 16 شهرا، ثم مجموع ما حصل عليه، يعني مجموع رأس المال والفائدة بالأشهر، يعني الفائدة التي تم الحصول عليها في مدة 16 شهر. إذا لإيجاد السعر أولا يجب علينا حساب الفائدة السنوية. دائما لحساب السعر أو رأس المال إذا يجب علينا التوفر على الفائدة السنوية. في هذا التمرين الفائدة السنوية غير مذكورة، إذا يجب علينا حسابها. نمر الآن إلى تصحيح التمرين. لاحظوا معي، أول حاجة أول شيء نقوم به هو حساب الفائدة بالأشهر، يعني الفائدة المترتبة على هذا المبلغ في مدة 16 شهرا. قالوا أن المبلغ المحصل عليه بعد مرور هذه المدة هو 3960، ثم سنطرح منه رأس المال. إذن المبلغ المحصل عليه ناقص رأس المال هو الفائدة المترتبة على هذه المدة. إذن 3960 تمثل لنا الفائدة بالأشهر. بعد ذلك سنحسب الفائدة السنوية. لحساب الفائدة السنوية سنستعمل الجدول التالي، يعني في المعطيات المتوفر لدينا ماذا؟ المدة بالأشهر 16 شهرا، ثم الفائدة بالأشهر التي حسبناها الآن 360. إذا يمكننا حساب الفائدة السنوية، والعلاقة تقول الفائدة السنوية تساوي الفائدة بالأشهر في 12 مقسومة على المدة بالأشهر. إذا 360 هي الفائدة بالأشهر في 12 مقسومة على 16 شهرا، وحصل عليه هو 270. إذا الفائدة السنوية هنا هو 270. الآن حصلنا على الفائدة السنوية 270. في التمرين لدينا رأس المال الذي هو 3600. الآن يمكننا حساب سعر الفائدة بتطبيق العلاقة الأولى. إذا السعر يقول هو أو السعر يساوي الفائدة في 100 مقسومة على رأس المال. الفائدة السنوية هنا هي 270 في 100 مقسومة على 3600 الذي يمثل لنا رأس المال. السعر يساوي 7.5%، إذا السعر دائما يكون نسبة مئوية 7.5%. إذا أتمنى أن تكون قد فهمتم الدرس. إذا في هذا الدرس لدينا جزئان، الجزء الأول يتعلق بالفائدة السنوية والجزء الثاني يتعلق بالفائدة بالأشهر. فقد يجب أن نميز أو نفرق بين الفائدة بالأشهر والفائدة السنوية. الفائدة السنوية تعني الفائدة المحصل عليها بعد مرور سنة كاملة، أما الفائدة بالأشهر فإما أقل من سنة أو أكثر من سنة. إذن شكرا على تتبعكم.